وليست مفاجأة وإنما يعني انبهار شديد جدا بهذه الرسومات الجميلة إلى الطالب مهدي، مهدي كرار الرسام المبدع، الرسام المبدع المتألق اللي هو مهدي كريم. راح نراويكم رسومات التلميذ مهدي كريم في الصف السادس ابتدائي. هذه صورة الإمام علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام، وهذه أيضا صورة الإمام الحسين، هذه صور أحد أصدقائه. من أوصل الوالدة قل لي وين صورة بابا؟ هذه صورة بابا؟ بعده هذه صور جميلة لهذا الرسام المبدع مهدي كرام. هذا طبعا صورة الحاج ملا باسم الكربلائي، يعني مشابهة إليه جدا.